بالتأكيد يا فارس، ودايما النادي الأهلي غير، لأن احنا النادي الأهلي، فبالتأكيد حريصين جدا على حفاظ على حقوق النادي الأهلي، والأهم كمان إننا بنكون حريصين للحفاظ لحقوق اللاعبين اللي بينتهي تعاقدهم مع النادي الأهلي وكان ليهم مستحقات بتوصل لهم أيا كان هم في أي نادي. سمعنا طبعا كتير عن لاعبين زي الكابتن أحمد حسن عميد، كان داخل في مشكلة مع ناديه بعد النادي الأهلي، ولكن اتكلم إن النادي الأهلي بعت له الفلوس أو مستحقاته لغاية النادي التاني اللي هو فيه. أندية لاعبين تانية خرجوا وما كملوش مباريات أفريقيا وراحوا أندية أخرى، خدنا بطولة أفريقيا، وصل لهم مستحقات ومكافآت البطولة. ده بيحصل في السنة دي بس؟ لا، ده بيحصل على مدار تاريخ النادي الأهلي. لذلك مش هتلاقي لاعب بيطلع يشتكي النادي الأهلي ويقول أنا ليا مستحقات ما خدتهاش. عندنا نماذج كتير هنعرض منهم معتز اينو عشان نرجع نعقب. هيتأخروا كتير؟ ولا كلمة، لدرجة ولا بعد ما مشيت كمان وانا في حرس الحدود كان ليا مستحقات. النادي الاهلي بكل شياكة واحترام ونزاهة، انا بقولها على الملأ، اقسم بالله كنت انا بعتولك ولا انت اللي قعدت تلحق فلوس؟ لا لا لا، ما فيش الحاح. هي كانت الفترة دي كانت ساعتها الثورة والقصة، فكان كده كده مش عليا انا، دي كان على كل الفرقة. وقت ما ورغم اللي انا بره النادي، كنت انا واحمد السيد وشوقي نروح زينا زي اللعيبة، بس اللعيبة الفرق اللي انا بروح اخد فلوسي كاش، لكن اللعيبة عشان موجودين بينزلوا في في الكارت في الارض في الميعاد. اول ما الفلوس بتنزل الدفعات اللي هي مستحقات بروح اخدها كانك لاعب في الفريق، واخش النادي عادي واروح الخزنة اخدها. وانت تلعب في حرس وانا بلعب في حرس حدود وانت بتجيب جون في الاهلي عادي؟ انت بتهزر؟ والله ما بهزر، خدت فلوسي على داير مليم، محدش قفل الباب في وشك ويلا خاين. لا لا لا. وانت جبت في الاهلي صعب. هو احنا عمرنا كابتن شفنا اللي لعيب من النادي الاهلي بعد ما بيمشي عمرنا شفنا راح اتحاد الكره يشتكي ولا حاجه؟ لا. النادي الاهلي يا كابتن ليك جنيه هتاخد الجنيه، ده على مختلف الادارات، على مختلف الادارات. تتكلم في اداره الكابتن حسن حمدي، اداره المهندس محمود طاهر، مفيش اي مشكله كل مفيش اي مشكله. فاي جنيه ليك عمره ما هيروح. خدت فلوسك بالكامل بالكامل بعد وانا في حرس الحدود كنت بروح، يعني اول ما اعرف اللي فيه فلوس اروح اخد فلوسي على داير مليم ومفيش اي مشكله خالص. في النادي الاهلي مش هتلاقي لاعب زي ما قال معتز اينو كده عمره يروح يشتكي النادي الاهلي بعد ما انهى تعاقده مع النادي الاهلي. في النادي الاهلي لو ليك جنيه هتاخد الجنيه. كابتن احمد شوبير قال له انت كنت وقت اداره الكابتن حسن حمدي، وده على مختلف الادارات، وده احنا بناكده على مختلف الادارات. النادي الاهلي ما بياخدش اي حق لاي لاعب لعب فيه، وبياخد حقه وهو عايش وفي اسرع وقت، مش بياخد حقه بالقضايا وبعد ما يموت. انت بتشير للورثه بتاعه احد اللاعبين، ولكن احنا عايزين ناكد يا اسامه ان دي مش واقعه استثنائيه زي ما انت قلت. يا جماعه النادي الاهلي لسه ما اتكلمنا قانونيا، فكره المؤسسيه، انت مؤسسه لها اطار بتشتغل بيه طول الوقت، ده اللي يخليك تشوف تراكمات نفس السلوك. نشوفه ازاي؟ نشوفه في شريف اكرامي اللي كان مشي من النادي الاهلي وكان في ملابسات وظروف، النادي الاهلي يفصل، النادي الاهلي فريق محترف، النادي الاهلي بلسان شريف اكرامي بيعمل اللي كتير جدا ما بنشوفهوش مش من انديه اخرى، تقريبا من اي نادي تاني في مصر. نطلع ونشوف الفيديو. ان انا يعني عايز يبان ان انا بتحمل مسؤوليه بس، فخلاص شريف انت اخترقت الحظر الاعلامي وخالفت النادي، فخلاص انت كده كده اوريدي الموسم خلاص فاضل له شهرين وينتهي، مالكش مستحقات فخلاص ما تجيش. خدت مكافاه البطوله ولا ما خدتهاش؟ خدتها بعتها لك. بس ده شيء في منتهى الاحترام. هو ما شكتش لحظه ان هو مش هيتبعت، ما شكتش لحظه. لا بعتها لك لحد عندك، نزلوها في حسابك وكل حاجه. رغم انك سبت النادي وكل حاجه، لكن التعامل كان بروفيشنال جدا. كنت متأكد ان ده اللي هيحصل من النادي الاهلي. على فكرة الجملة دي يا جماعة وراها تفسير لأي لاعب علاقته بالنادي الاهلي ايه، انت مشيت ازاي، ايه الاحداث اللي حصلت، حاجة مرتبطة بيك او مش مرتبطة بيك، في النهاية انت واثق ان بعيدا عن اي حاجة حقك هيوصلك. وده اللي بيخلي علاقة لاعبين بالنادي الاهلي، البعض يقولك وكالة الاهرام، البعض يقولك مش عارف فلوس ايه. يا جماعة الجنيه في النادي الأهلي مضمون، فلوسك في النادي الأهلي انت محدش بيجاملك بيها، انت عارف ان انت داخل مؤسسة عريقة بتضمن لك حقوقك. ده النادي الأهلي اللي نتمنى ان شاء الله بإذن الله ان ده كمان ينعكس على اي لاعب داخل النادي الأهلي ويعرف ان هو في نادي مختلف تماما زي ما قلنا الأهلي غير. يعني احنا ليه جبنا شريف إكرام يا فارس؟ لان لما نجيب معتز اينو ممكن الناس تقول لك اصل هو في قطاع الناشئين في النادي الأهلي فبيقول كلام يعني في مبالغه شويه، لكن احنا جبنا شريف اكرامي واحنا عارفين انتقال شريف اكرامي وانتقل لايه. والحقيقه
يعني شريف إكرامي في لقائه يعني مر بمراحل كتير واتكلم في نقط كتيرة جدا، وأنا استوقفني نقطة إن هو يعني زعل من جماهير النادي الأهلي، وإن هو راح نادي مش جماهيري عشان جماهير النادي الأهلي. الحقيقة النقطة دي يعني صعبة جدا، لأن في النهاية نادي جماهيري نادي مش جماهيري، انت عارف كويس قوي جماهير النادي الاهلي مشاعرها ايه، حتى لو كان موضوع على مستوى الادارات في انتقالات لاعبين، لكن ده مش موضوعنا. موضوعنا الاهم ان الكابتن شريف اكرامي حاول يصدر مشكله بتحصل لنتائج سلبيه للفريق المنضم ليه، وقال ان اسباب المشكله دي النادي الاهلي، وهو ده اللي لازم نتوقف عنده. شريف اكرامي اللي عارف ان النادي الاهلي هيبعت له مستحقاته لازم يبقى عارف ان النادي الاهلي ما بيرصدش لاعب او ان حد يتدخل في مجامله اعلاميه تخص النادي الاهلي. نشوف تصريح شريف اكرامي ونرجع نعقب. لكن هل الاعلام هو اللي خسر مثلا بيراميدز ذهابا وايابا من الرجاء؟ لا طبعا. هل الاعلام هو اللي خسر بيراميدز كل هذه النقاط الغريبه جدا؟ انت خسرت 9 لا بس بص يا كابتن خلينا بلاش لغه الارقام لان هي مش هتبقى منصفه. طيب خلينا لا مش هتبقى منصفه لحضرتك، مش لبيراميدز، لان كل الانديه حتى الاهلي والزمالك كله ساب نقط كتير جدا السنه دي، والاهلي والزمالك بياخدوا على دماغهم. الناس مش مصدقه ان الاهلي خسران مثلا 16 بونت والزمالك خسران. لا بس ده وارد يا كابتن في الكوره. أيوة وارد كمان في حاله بيراميدز. هقول لك ليه بقى حاله بيراميدز بالتحديد. ايوه كابتن، لان في فرقه، انا متاسف للمقاطعه والله مش هقطعك تاني، لكنه لما انا سالت ايه الفلسفه وناس من بيراميدز وانت متاكد ايه الفلسفه من شريف واحمد فتحي وعبد الله السعيد ومعاهم او عبد الله السعيد وبعدين شريف واحمد فتحي ورمضان صبحي، قال لك عايزين نقوي اوضه لبس واخده على البطولات وبالتالي يبقى من السهل ان ناخد البطولات دوري او كاس او افريقيا. ايه بقى الاستجابه للكلام ده؟ اقول لك استجابه من مين؟ من الميديا بشكل عام، مش شخص انا عشان ما تزعلش مني. ايه لا لا خلص. اول حاجه ده مشاكل اوضه اللبس مش طبيعيه. ما انا دلوقتي ما انا لازم اضربهم ايه، احط لهم المشكله في الميزه اللي هم كانوا عايزين يحققوها. دي متطوعين مثلا عايزين بيجاملوا المسؤولين في النادي الاهلي او عايزين يفسخوا. اشمعنى النادي الاهلي؟ لان احنا ماشيين من النادي الاهلي. ويا لا يا كابتن، اشمعنى النادي الاهلي؟ جاملوا النادي الاهلي ليه؟ لا بص يا كابتن، هي احمد فتحي كان طالع بشكل جميل وانت كنت طالع بشكل جميل، هي المشكله جميل. كلها كانت في رمضان. عبد الله السعيد المشكله كانت في رمضان. نعم. والصدمه كانت في رمضان. نعم. لو كنت اتكلمت عن فكره الاعلام بشكل عام ان هو شايف ظواهر سلبيه في نادي بيراميدز وتوقفت عند هذا الامر ما كنتش هتبقى معانا النهارده، لكن لما تشير ان الاعلام او الميديا بشكل عام يا كابتن شوبير ومش هتكلم عنك عشان ما تزعلش بيجاملوا النادي الاهلي فيقول له اشمعنى ده؟ لانه احنا مشينا من النادي الاهلي. الحقيقه هو النادي الاهلي ما كانش بصدد تعاقد مع الكابتن شريف اكرامي، وكانت اعتقد العلاقه منتهيه من شهر 1 فبراير تحديدا، فما كانش فيه اي ازمه واي مشكله. الازمه حصلت بعد كده لما حصل تلاعب، وحتى الازمه دي مش عند النادي الاهلي. النادي الاهلي كمل في طريقه وقدر يحقق البطولات، لان قلنا النادي الاهلي ما بيقفش على اي حد. لكن لو انت بتتكلم عن النادي الاهلي وعايز تفسير لفكره ليه الناس ممكن تنتقد وتقول اوضه اللبس، اعتقد التفسير واضح جدا لما حارس مرمى يطلع يقول ان بيحصل معايا كذا وكذا وكذا وده ضمن اتفاقيه او ايا كان الاسباب. انا مش بقول هنا هو كلامه صح ولا غلط، لكن بقول ده حدث بيحدث في نادي سين، مش شرط نادي بيراميدز، نادي سين طبيعي جدا ان الاعلام يجيب الحارس ويقول له الكلام اللي انت بتقوله ده ازاي وايه اللي انت بتقوله ده، فبيتكلموا عن اوضه اللبس. فبالتالي محدش قال اسرار من داخل اوضه اللبس، حضراتكم اللي اعلنتوا الكلام ده على الملا. فبالتالي الاعلام لازم يتناول، الاعلام لو لم يتناول الموضوع يبقى هنا المشكله الحقيقيه. فده نقطه. النقطه الثانيه والمهمه جدا، هو بيخاطب الكابتن احمد شوبير كابتن النادي الاهلي بيقول له الارقام مش هتبقى في صالحك. اي ارقام؟ لو جينا بقى ارقام، تعال نشوف القيمه التسويقيه لنادي بيراميدز، هي الاعلى في الدوري المصري، اعلى من نادي الزمالك، ثم ياتي النادي الاهلي من حيث القيمه التسويقيه، المصاريف اللي اتصرفت على اللاعبين النادي الاهلي. فبالتالي انت المفترض بما انكم بتتكلموا عن طموح يكون النتائج افضل من انك تعمل نسبه تحقيق فوز ونقاط في الدوري من عدد المباريات على نفس كفه النادي المصري البورسعيدي. النادي الاهلي عامل 72% من النقاط على نفس كفه نادي الزمالك، 72% من النقاط، حضرتك عامل 53% من النقاط اللي المفترض توصل ليها، 34 نقطه من 63 نقطه. الارقام عمرها ما تكون ظالمه للنادي الاهلي، لان الارقام خلقت لكي يكسرها النادي الاهلي. بص بقى يا اسامه، في جزء انت اتكلمت فيه وانا متفق معاك في كل كلمه فيه، وهو
تقييم تجربة بيراميدز. طيب هنروح فيما يخص احنا لا تعنينا تجربة بيراميدز نجحت او ما نجحتش، ولكن حاول شريف طول اللقاء واحنا مش هنتعرض لحاجات كتيرة جدا ممكن يكون الكلام فيها، ولكن النادي الاهلي مش طرف مباشر فيها، فهنا داخل شاشة قناة النادي الاهلي مش هنروح لحتة مش بتاعتنا، انما ايه اللي بتاعنا يا كابتن شريف يا اللي كنت لابس على كتفك شارة الكابتن، ما ينفعش ومش مسموح ومش صح ان انت تقول ان البعض بيهاجم بيراميدز عشان يرضي مسؤولين داخل النادي الاهلي. هنا بقى ده حق اصيل للنادي الاهلي، هنا بقى ده اللي المفروض وانت داخل النادي الاهلي اتعلمت ان ما ينفعش يتقال. فكرة ان البعض لما يهاجم بيراميدز هيرضي المسؤولين داخل النادي الاهلي، طب وانا هارضي المسؤولين بايه في شيء لو المسؤول مش هيساعده ده او المسؤول مش بيدفع لده؟ لا حضرتك، المسؤول داخل النادي الاهلي لا يعني ان بيراميدز ينجح او ما ينجحش، وهنقول لك ده ازاي. انت بتتكلم عن ان اللعيبه دي راحت لتحقيق هدف وهي استنساخ روح اوضه لبس النادي الاهلي داخل بيراميدز، زي ما قال لك احمد فيما يخص المهدي سليمان، او فيما يخص شيء اخر عمر جابر مؤخرا يا احمد وازمه الشاره اللي اثيرت. كل ده انت ما قدرتش تحققه وما قدرتش تستنسخ الاهلي فيه، فبتحاول تبرر ده على فكره مش للنادي الاهلي. طيب اقف معاك عند نقطه مهمه قوي فيما يخص عمرو بسيوني، تناولناه هنا في حلقه وهو مسؤول داخل بيراميدز، طلع يتحدث عن اشياء كلها تخص النادي الاهلي، بل تحدث عن بطولات النادي الاهلي وقال كلكم عارفين بتتاخد ازاي، وردنا هنا رد عنيف وكان يستحقه. هل ده ما وقفتش عنده وان الاعلام بيسيب مساحات النادي الاهلي يتهاجم فيها؟ اذا الاعلام بيعمل ده مع الجميع، ما تحاولش تصدر مظلوميه. يمكن انت لما خرجت من النادي الاهلي تناسيت ان مش فلسفه النادي الاهلي ان هو يصدر مظلوميه. واخيرا نهيت بجمله، الصدمه كانت رحيل رمضان، رمضان اتقال له معاك ساعه، اعتقد اللي بيتقال له معاك ساعه وترد ما بيتصدمش. في فرق ما بين صدمه وفي فرق ما بين خيبه امل في حد كنت بتعتقد ان هو عنده الحد الادنى من الانتماء وطلع ما عندوش. ولكن عايز تعرف مسؤولين النادي الاهلي حسوا بايه، او تعنيهم تجربه بيراميدز ولا لا، او حد عندنا اتصدم ولا لا؟ نسمع الرمز والاسطوره كابتن محمود الخطيب وهو بيتكلم بلسان حال كل اهلاوي، نشوف الفيديو. زعلت من رحيل بعض اللاعبين لأندية أخرى من الأهلي لأندية أخرى بسبب المبالغ أو العروض اللي قدمت لهم. أنا ما زعلتش، أنا زعلان عليهم، والمفروض هم اللي زعلوا أنهم سابوا النادي الأهلي. زعلان عليهم، أعتقد الرسالة واضحة، مفيش حد هيحط في تفكيره ان مسؤول يرضى بالهجوم على بيراميدز. احنا لما بنتكلم في حق يخص النادي الاهلي او حد بيهاجم النادي الاهلي فبنرد، غير كده لا يعنينا البعض هو اللي تعنيه كثير من المشاكل. وكلمه كابتن محمود الخطيب لسان حال كل اهلاوي يا اسامه. بالتاكيد يا فارس، وكمان الامر واضح جدا، النادي الاهلي بيفكر فيما هو قادم، ما بيبصش وراه، وده اتعودناه او اعتدناه في تاريخ النادي الاهلي. ليه؟ لان احنا النادي الاهلي، ومن هنا كانت الانطلاقه في اوضه اللبس النادي الاهلي، فقدرنا مع تكاتف اللاعبين والتفافهم حوالين كباتن حقيقيين بيقدروا قيمه النادي الاهلي، شفنا النادي الاهلي هو بيحقق بطوله دوري ابطال افريقيا بعد غياب، شفنا برونزيه كاس العالم للانديه، شفنا السوبر الافريقي. ده ليه؟ عشان اوضه اللبس بقت على قلب رجل واحد وبقى ليها كباتن يعرفوا قيمه النادي الاهلي، فخلاص تم الحفاظ على اوضه اللبس من العبث اللي كان موجود فيها. اعتقد كده الرساله وصلت بوضوح.